الإشراف على التتويج هذو من ربي فضل الله فضل والدي الحمد لله شربت بلادي وشربت الجزائر مشاركة جد زعما ماشي سهلة في المستوى كانوا يحضروا المنتخبات العالمية لطوكيو كانت زي حاجة قوية بزاف المشاركة كانت في المستوى من بعد فشلكم في 2010 كانت عندي ميدالية ذهبية وتحصلت عليها بعشرة ربعين وهذا خطرة في دبي 11-14 تجا بلاص طوكيو تميل بها رانا فرحانين يعني فرحانين بوهران اللي تحصلت على هذا الميدالية الذهبية وهذا التتويج اللي رايح إن شاء الله يحفز كل الرياضيين حتى ذوي الاحتياجات الخاصة واللي في اللي ما عندهمش هذا الإعاقة. Thank you.